الجمهور لسيد سيف بن علي بن عبد الله النيادي من يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك شاهين مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري وصل على مستوى المركز الثالث. يتقدم ظبيان لسيد ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب يأتي على المركز الرابع وخامس. التحديات القادم هنالك والمنطلق هذه اللحظات الوافي علي بن سالم بن مكتوم المحرمي يتواجد هنا على مستوى المركز الخامس وسادس. التحديات هنالك لطيف فارس بن سهير اليبهوني الظاهري وصل الطيارة اليبهوني على مستوى المركز السابع وثامن. التحديات هنالك يتواجد وضاح عبد الله بن جري وبن محمد المنصوري المركز التاسع يتقدم هنا وينطلق مشوش أم لهب لسيد سعيد بن محمد بن ذويب العامري المركز العاشر. ختام هذه الجولة مع اختيلان الشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام النضال العشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى التغيرات التي طرت وجرت على الصدارة. جمر غير الأمور، جمر انطلق إلى المركز الأول، تعود ملكية جمر سيف بن علي بن عبد الله النيادي من يقدم لنا جمر على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الكرام يتواجد لطيف لسيد فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري من وصل هنا إلى مستوى المركز الثاني وفي طريقه إلى مقدمة الشوط. نتمنى له التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. المركز الثالث نتابع هنا الانطلاق الجميل من قبل الوافي، تعود ملكية الوافي علي بن سالم بن مكتوم المحرمي، بينما المركز الرابع بدأ يتقدم وضاح عبد الله بن جري بن محمد المنصوري وصل على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك شاهين مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري بدأ يتسلل هنا على المركز الرابع وخامس. التحديات يتقدم لهب لسيد سعيد بن محمد بن ذويب العامري المركز السادس وصل هنا، وتقدم مشوش اهلال بن غدير الكتبي وصل على المركز السادس. المركز السابع سابع التحديات مطروح لسيد سعيد بن حمد بن صالح آل فهيده المري احد ضيوفنا الاعزاء من المملكه العربيه السعوديه، ومرحبا بضيوفنا القادمين هنا للمشاركه في عاصمه ميادين السباق. المركز السابع سابع التحديات غازي راشد بن طالب بن راشد آل فهيده المري احد ضيوفنا من المملكه العربيه السعوديه ايضا يتقدم هنا مع هذا الانطلاق الجميل والمميز. وثامن التحديات هنالك اختيلان شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري المركز التاسع. يتقدم ظبيان ظاهر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري القادم على المركز التاسع. وعاشر التحديات الذيب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح يتقدم الى مع هذا الانطلاق الجميل والقادم. مياس مقبل بن عايض بن محبوب المسيفري القرشي وصرابنا العرفه بداوا يتقدمون مع هذا الانطلاق الجميل. ولكن نعود بحضراتكم الى مقدمه الشوط المركز الاول مع انطلاق الوافي علي بن سالم بن مكتوب المحرمي هو على المركز الاول وعلى صداره هذا الشوط، يبحث عن الناموس يبحث عن الفوز والانتصار. الكيلو الاخير الكيلو الخطير كيلو التحديات والاسماء والشعارات متقاربه هنا على مقدمه الشوط وعلى المراكز الاولى. المركز الثاني يتواجد مشوش اهلال بن غدير العجيد الكتبي يصل هنا على مستوى المركز الثاني، ولكن المقدمه الانطلاق الاول لهب على الصداره. سعيد بن محمد بن ذويب العامري يتواجد على صداره الشوط وعلى المركز الاول، وهنالك الوافي علي بن سالم بن مكتوم المحرمي المركز الثالث. يا سلام بدا يتقدم مزاحم ربيع بن علي بن ربيع الرزق العجمي، مرحبا بشعار بن ربيع بدا يتقدم هنا على المركز الثالث. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الأول وإلى الوافي علي بن سالم بن مكتوم المحرمي الأقرب إلى هذا الفوز الأقرب إلى الناموس. يا سلام
اليوم، لمن هذا الناموس، لمن هذا الانتصار. لهب ثانيا سعيد محمد الذويب العامري، وهنالك مزاحم ربيع بن علي بن ربيع الرزق العجمي، ووصل غازي راشد بن طالب الراشد آل فهيده المري، ولكن الناموس الوافي الوافي يحقق هذا الناموس علي بن سالم بن مكتوم المحرمي. تهانينا والناموس. المركز الثاني لهب سعيد محمد الذويب العامري، ثالثا غازي راشد بن طالب بن راشد آل فهيده المري، بينهم المركز الرابع وصل مزاحم ربيع الرزق العجمي. المركز الخامس وصل مياس مقبل بن عايض بن محبوب المسيفري القرشي. توقيت 7:39 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لصاحب المركز الأول. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الوافي علي بن سالم المكتوم المحرمي. المركز الثاني 7:39 9 أجزاء من الثانية صاحب المركز الثاني وصل لهب سعيد بن محمد الذويب العامري. المركز الثالث وصل ثالث التحديات غازي راشد بن طالب الراشد آل فهيده المري. التوقيت الزمني 7:40 4 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد مشاهدينا الكرام مع انطلاقة موفقة.